الاقتصاد بالعالم مش بس بلبنان جزء اساسي من الدرايفر تبع الجروس تبعه تينمى الاقتصاد هو الدين. انا اذا واحد طالع من جامعه بده يفتح شغل اغلب الوقت بحاجه للون 20,000 دولار 15 ديبنس فيكون مليون دولار حسب تقلع شغل لبلش يعني اذا ما عندي كابيتال بحاجه لاجيبه. طيب اليوم نحن بلد ما فيك تدين فيه شيء يعني انا طب بلشنا البودكاست بتقعد تجمع دولارات لتشتريهم بدولارات حقيقيه بينما انه انا قادر اخذ لون ب 10,000 دولار بسكره بخمس سنين ما بيطلع علي شيء بالشهر وبلش شغل وبلش طلع مصاري فبيبطئ لك كل حركتك الاقتصاديه اذا بتشيل قصه البنوك من الدق وما في بقى حدا يدين شيء. ها واحد اثنين اذا في كل هالمصريات للناس وماني قادر ردها طب ما هو عاده اذا بدي اعمل انفستمنت انا وماني بحاجه لدين الدين ماني قادر لوقا طب انا ماني بحاجه لدين انا عندي مصريات بالبنك إيه مش قادر اخذهم من وين بيجيب انفستمنت بس انه اللي برا بده يجي يبعث لك مصريات لهون يعمل انفستمنت هو قاعد برات البلد ما هيدا اللي قاعد برات البلد شايفك انك بازمه ما بده يستثمر فيك تصير ارخص وارخص 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 بعدين بيجي بعدين بيجي ما راح اجي انا والازمه بعدها بنصها ففي حاجه انك تشيل عن اكتافه للاقتصاد والمجتمع خساره ما معه بقى يسكرها بقى بوقتها بيجوا بيقولوا انه البنوك افلست بالقانون اذا انت بتاخد ودائع من الناس وما قادر تدلهم اياها وراس مالك مش قادر تدلهم انت فلست فانت بتحمل كل راس مالك كخساره 21 مليار دولار نشطبهم وبنرجع بنحمل بحسب قانون النقد والتسليف اللبناني المساهمين تبع هالبنك اللي اخذوا هالخيارات يعملوا التوظيفات الزمه الماليه تبعك بتبطل مفصوله عن البنك بتصير واحد وبنحاسبك على اموالك الخاصه لان انت لك 30 سنه بتوزع ارباح بمليارات الدولارات وبتحطهم برات البلد فانت عندك بنك ليش بتحطهم ببنكك يعني انت عارف انك عامل ضريبه هيدا رفضوا جمعية المصارف بصورة كتير كبيرة وحقهم يعني كتير متوقع مش قصة حقهم اللي عم يدفعوا مصالحهم أكيد عم بدك تشلحهم بنكتهم يعني ورفض المصرف المركزي لأنه بتكشف كمان أن الخسارات عنده كوارث وهن متواطئين من بعض يعني. بيقوم وقتها بيعملوا خطة جمعية المصارف أنه نحن عنا خطة تانية مش مجبورين نعمل هو كلهم شو الأساس تبع الخطة الجمع بين أموال المودعين وخسائر البنوك وخسائر الدولة يقولوا هو وحدة نحن منا خسرانين نحن ديننا الدولة أعطونا مصرياتنا والمصرف المركزي أعطونا مصرياتنا منسكر لهم وكأنه بالقانون أنت وقت تروح على البنك بتعطيه مصرياتك أنت عم تشاركه بالخيار وين بحط لك مصرياتك أنا ما بشاركه بالخيار أنا بحط مصرياته عندي في كونترا بيني وبينه بترد لي مصرياتي مع هالفايدة بس بدي أنت شو بتعمل بالمصريات وقت يصيروا عندك هو خيار ما بتستشيرني فيه انتوا بتنظروا علينا بالبنوك لكم 30 سنه كل ما يطلعوا على التلفزيون بيسالوا مثلا انا معي شويه مصاري شو بعمل فيهم هون بيقولوا لك اذا معك مليون دولار بدك تعمل دايفرسيفيكيشن اقعد حط المليون دولار بمحل واحد حط هون شوي هون شوي شوي بالبورصه بتشتري عقار بتعمل كذا اذا وقع شغله يعني. ما توقع انت تمام طيب انتوا يا فطاح انكم بتنصحونا النصيحه كل وقت جيتوا اخذتوا كل مصرياتنا حطيتوهم مصرف لبنان والدوله كلهم طيب هذا خيار مش انا اخذته انت اخذته على 30 سنة كان كتير عم ينفعك كنت كل سنة تربح مليارين دولار مليارين دولار نت بروفيت يعني بعد ما يعمر فروض ويدفع المعاشات ويجيب اليخت تبعه وكذا يبقى في عنده مليارين دولار بوزعه أربع وانت كنت عم تعمل مليارين دولار ولا مرة قصمناك يعني exactly. هلأ وتخسر قال خسارتكم انتو عندهم طيب شو المشكلة بهالقصة التانية وتتجمع بين الدولة والقطاع المصرفي وكذا بتصير عم توحي وكأنه مسؤوليات هاللي بتسمع كتير انه اول واحد بيحمل مسؤوليه الدوله يعني الدوله هي السرقه والفساد وكذا مدري شو هن سرقوا المصريات فخلي الدوله تدفع اكبر شق من الخساره المشكله بهالفكره انه ايه من شغل الدوله لازم يحط بالحبس ويتاخذ كل مصرياته وانا معك اما الدوله هي نحن مين هي الدوله يعني كنا بمقابله وتعملت مقابله السنه الماضيه مع دان ازي اجى قال لي مثلا اذا انا وياك هلا كنا بمقابله انا وياه لحالنا اذا انا وياك لحالنا المجتمع اوكي جبنا دوله هالدوله بتاخذ ضريبه منا اذا حملناها لها خساره من مين بدك تسكرها منا قلنا بتاخذ ضرائب ما الدوله شو مدخوله ضرائب من الناس ففي حملها الدوله دين 200 مليار دولار من وين بدك تدفعهم تحملنيهم الي فلا الدوله شيء ومن شغل الدوله شيء ثاني اللي شغل الدولة عليه مسؤولية خاصة بالقرارات اللي أخدهم وبيتحاسب أما الدولة ما بحمل خسارة بدي يحملوني ضرائب ما بدي أحمل ضرائب ما دخلني أنا يعني بي عنده دكانة بجوني ببيع لانجوري وكذا
إذا وقتها يخسر بتتدخل الدولة كمان لتسكر له خسارته، أنا مع البنوك تسكر له خسارته من الدولة، إذا لا لا هذا كابيتاليزم يعني رأسمالية بصورة كتير واضحة. فاخترعوا طريقة ليسكروا هول الخسارات. كيف؟ قالوا منجيب أصول الدولة يعني مؤسساتهم كهرباء ومي واتصالات وغيره، أملاكهم الخاصة الدولة بتملك هي عقارات لها، أملاك العامة اللي فيها تستثمر يعني الشط اللبناني مثل ما نكون كمان عن هذا، هني وضحوهم حطوا فوتنو تحت حطوا إيجي إكزامبل لبنيز ووتر فرونت يعني كله هذا، ما أنت فيه كدولة أنا أعطيك امتياز أروح أمور ريزورت بعطيك رخصة، هو كلهم بنحطهم بالصندوق السيادي، بيطلع هذا بقانون إنه هو كلهم بفند في له مجلس إدارة بيصير يدير هالأصول، هيدا لأنه صار في مجلس إدارة بيدير هالأصول بيصير يعمل أرباح، الأرباح اللي بتطلع من إدارة أصول الدولة منشيلها منعطيها للناس كودائع، منسكر ودائع الناس، هيدا هو الاقتراح تبع جمعية المصارف. عكذا ليفل خرا يعني ما بدك تبلش معهم يعني. أولا سؤال بس للسحر، نحن عنا حكومة بيجيبها مجلس نواب بتدير هي أصول الدولة مدنية الدولة يعني أوكي، هلا هيدا صندوق السيادة كيف بده يطلع؟ مش رح نستورده، هذا بده يطلع بقانون مجلس نواب، بده ينحط جوات القانون كيف منعين مجلس الإدارة اللي بده يعينها تعيينات على أرجح الحكومة، أما الحكومة مجلس نواب. طيب ليش إذا الحكومة عينت مجلس إدارة يدير أصول الدولة صار سويسري يعني صار يا لطيف شو بيعمل أرباح، بس إذا هني ديراكت ما عينوا حدا هني ديروا بيسوى سرمية شو الفكرة؟ هل هني رح يعينوا يعني مش بالستة وستة مكرر وقديش في موارنة وقديش في شيعة والشيعة عم تعالج مشكلة مع مشكلة تانية يعني. فأنه عم تعمل outsourcing لشي نفس الناس اللي هون هني هون بس فجأة بده يصير كتير منيح، هاي أول مشكلة فيه منا لوجيك كتير. تاني شغلة، أنا إذا افترضت أنه مش افترضت هو بالواقع الناس المشكلة اللي عندي هو بالدولارات مش بالليرات، الليرات بطبع ريال ثاني ما بيعطيها الناس مش مشكلة. طيب بدنا نرد للناس ودائعها بالدولار، في شي مؤسسة بالجمهورية بتقبض ضرائبها الدولي بالدولار؟ بتقبض باللبناني، فأنت شو وقت طلع لبناني لتسكر دولار؟ بدنا 100 سنة لما نسكرها هالقصة، فهون منا كمان كتير لوجيك. تالت شغلة، الفاليويشن تبع أصول الدولة هي كلها شو؟ يعني في ناس بتجي بتقلك انه مش بس بدي اشغلها وطلع من مصاري، بيع اخي بيع وطلع مصاري. جمعية المصارف هي قالت استيميشن ما بنعرف من اجي انه استيميشن هو 40 مليار دولار. اجى البير كوستانيان كمان منه لينين يعني، البير كوستانيان عمل دراسة بمركز عصام فارس بالايوبي جرب يعمل فاليويشن باكتر سيناريو اوبتيمستيك طلع 17 مليار. طيب انا اذا ب 17 مليار وفي عندي 100 مليار هلا هم ما بسكروا شيء كمان بعد ما زبطت. اخر شغله، طيب افترضنا طلعوا سويسرانية وطلعوا دولارات بعجيبه وقعدنا نسكر لهالناس على فتره من الوقت، سؤال هالدوله هاي بقيت عندها موظفين وعندها جيش وكذا وعندها اخبار عندها مستشفيات رسميه ومدارس رسميه، هي بطل عندها ولا مدخول؟ ما كل مؤسسات صاروا برا. تتقدر كمان ما تبلش ترجع تتدين تخسر وتتدين تخسر وتتدين، بس يبقى تعلي الضرائب. فأنت بتشلح الدولة تتسكر أموال المودعين عم تسكر أموال بس عم تعلينا الضرائب زيت الوقت، بس عم بتحمل الناس كمية هائلة من الضرائب بتقدر ما تخلي الدولة ترجع تضطر تتدين من جديد نرجع نفوت بنفس القصة. فهيدا الحل منه حل، هيدا شو ليش عملوه؟ لأنه هيدي الطريقة بتخلي البنوك يقولوا نحن ما فلسنا، أعطونا هالأصول ومنقعد على 50 سنة ومئة سنة واللي هو منصير نحن فعليا لقطين أصول الدولة لأنه ربطناهم فينا، هالأصول صارت شغلتها أنها تعطينا المصريين، فنحن لقطنا المفاصل اللي بتشتغل فيهم الدولة اللبنانية، الكهرباء عنا المي عنا بيصير too big to fail يعني كأنه. تماما صاروا هني السلطة السياسية فعليا صح. لأن إذا أنت لقيت المصريات ولقيت المؤسسات إيش بدي بالحكومة؟ 100% بصيروا يقعدوا يتسلوا يعني. طب هلا لكن انت عم هذا هو الصندوق السيادي طولت كثير لا لا هلا انا هيك فهمت لا خي طب هلا لكن يعني في خيار تكون مع او ضد صندوق السياسي هذا هو سياسي صندوق السيادي يعني is that an option ولا لا اكيد يعني اول شيء يعني كمان نرجع على لينين وماركس صندوق النقد رفضوا صندوق النقد ضد صندوق النقد بيجي بيقول لك ممنوع انت بازمه ماليه
تعمل بيل اوت لشركه خاصه قطاع خاص لبنوكي. انت بتوزع الخساره وانا ببلش اعطيك مصاري، ما عندي مشكله، بس انا ما بعطيك مصاري تتسكر خسارات، انا بعطيك مصاري لتستثمر باقتصادك. اوكي، فانت في جزء من هيركت بده يصير، ما حدا يضحك على العالم. نحن عم نعمل هيركت كل يوم بس ايه. لما بس لازم يكون فير، لازم يكون فير ولازم يكون هادف، لانه حتى اول شيء بدك تحمي ناس من الهيركت، في ناس ما بتحمل الهيركت، وبدك بعدين تحمي وظائف من هيركت. حسب حالك انت بالدوله. اوكي، وانت عليك مطلوب ودائع 100 مليار دولار، وانت اليوم بين الذهب وبين شو عنده رياض سلامة بريزيومبلي يعني الدولارات سوا هو بيطلعوا 27 مليار، بس مطلوب عليك 100 مليار. انت بتصرف 27 مليار تتعطيهم ودائع؟ فيك، بس اذا بتعملها لا فيك تجيب كهرباء، لا فيك تحسن بنى تحتية ليصير عندك اقتصاد ينتج شيء، لا فيك تزبط طرقات، لا فيك تعمل نقل مشترك، لا فيك تفتح مستشفى، لا فيك تجيب شيء دواء ولا شيء، بصير مكاسح. فانت بدك تخلق بالانس، تيجي تقول انا رح عزز مع الوقت احتياطي الدولار، اذا مشي البلان ايكونوميك تبعي صرت اقدر اصدر قصص، اقدر اصدر خدمات، اقدر اعمل سوفت ويرز، اقدر يصير عندي اقتصاد، فانا فيه مع الوقت عزز الاحتياطي تبعي، وبحط بورشن من هالشي لا اقدر مع الوقت سكر للناس اكتر قدر بقدر، بس انا كبريوريتي بدي حافظ على رقم فيكون 5 مليار دولار، فيكون 10 مليار دولار، هيدا بدي اجيب فيه فيول مجبور تدور الناس سياراتها ولا دوي لهم ضوية، ولا اقدر كمان امن لا مناطق صناعية اذا في بلان ايكونوميك مبني على صناعة، هو بدي امن لهم كهربتهم. يعني يمكن ايه اول فترة بدي حمل الناس ساعتين كهرباء بالنهار تقدر اعطي هوليك 12 ساعة، بدي اعمل هيدا الخيارات، هيدا توزيع الخسائر. توزيع الخسائر مش بس مصريات، في حدا بالبردن تبع الازمة رح يحمل بهالسنة ونص اللي جاي اكتر من غيره، لانه ايه الصناعيين رح يكونوا اهم من اللي بيستوردوا. الناس اللي بتشتغل سوفت ويرز وخدمات قابله للتصدير هو ابدا من اللي بيبيع عقارات. ايه هو خيارات، مش هيك الاحزاب ما بتعملها. الاحزاب اذا انا معي الطائفه كلها سوا، الطائفه فيها اللي بيشتغل عقارات، وفيها اللي بيشتغل استيراد، وفيها اللي عنده بنك، وفيها المودع، وفيها موظف، في ما عنده الا لبناني بالبنوكي، في عنده دولار. إذا ببلش أخذ هالخيارات إنه في فلان بده يحمل أكثر من فلان بينقسم الحزب. فشو الحال؟ إجي أقول إنه هيدي مؤامرة، أما هيدي مدري شو، تقسم الطائفة كلها معي على مشكل. إكزاكتلي، ساعتها شو بيعملوا مثل ما عم بيصير هلا شوي، تقسم المجلس عموديا إنه في مع سلاح الحزب وفي ضد سلاح الحزب، وخلص بيرجعوا بيعلقوا بهذه الدوامة ونطلع منها ما نفوت بهول التقنيات اللي أنت عم تحكي تماما فيها. بقى واحد هيك يختصر شو خيار بديل. في تكنيكاليتيز بتطول وبتصعب، بس بالاختصار بحمل المصارف كل المسؤولية المالية 21 مليار رأس مالهم، 21 بطير، ببطل ولا صاحب بنك، صاحب البنك اللي هو فيه بيطبق عليه قانون النقد والتسليف، زمته المالية بتدخل بزمة البنك ويحاسب على أمواله الخاصة بحسب مسؤولياته، الودائع بعدين بتتفرق عن بعضها، ودائع النقابات مثلا اللي بتجبر مثلا المحامين مجبور انت تحط اشتراك، هالاشتراك على اساس كان المفروض يكون لضمان الصحي تبعي، وفي بعض النقابات كمان في ضمان تقاعد وتوقف، لان ما عندنا قانون بالبلد بينظم هول الفندز كفندز اجتماعيه، هو منهم مثل حساب واحد بالبنك ريتايرمنت فيه 70000 واحد، نحن نحطه بالبنوك حساب من هالحسابات، هو لو فيه 10 مليون دولار غير هوليك، السقف تبع الكابيتال كنترول عليهم غير هوليك، سعر الصرف اللي بتسحب منه غير هوليك، اذا في حسابات بالبنوك تتوظف لصناعات معينه بسمح لها بكاب اعلى من هوليك، لان هولي انا بالشي اللي عامله برايورتيزيشن، انا بحاجه لهولي بلشوا يجيبوا لي دولارات، فمش هيك بده ينشال السريه المصرفيه واقعد امشي، اول شيء بانك باي بانك شو وضعه، ثاني شيء صنف الحسابات مش بس كارقام، مش كل واحد فوق ال 100 الف دولار بياكل كف، ما هو مش نفس الشيء انه في واحد عامل 3 ارباع مصرياته باللعب الفوائد، هيدا ما مش ناتج وظيفي للبلد، هذا بيقدر يحمل هيركت غير عن غيره، في الفوائد اللي استفادوا منها اخر فتره، توزيع الخسائر بيصير على هالاساس، وبده يبقى في شيء بده يتوزع هيركت، بنشوف ساعتها شو نسبته، بنصغره لاكبر قدر من بعد كمان ما تترك شويه خساره بالمصرف المركزي، مش وبتبقى اصول الدوله. هلا انا اذا بتسالني انا شخصيا بعض اصول هالدوله انا مع خصخصتها،
بس مش تستعمل المصريات لسكر خسارة حدا. تستعمل المصريات تو انفست، تستثمر بفايبر اوبتكس، بحيلا شيء بالانفراستراكشر اللي انت عم تختارها لاقتصادك بحاجة لمصريات تستعملهم هون. مصريات الاي ام اف يستعملوا هون، ما بسكر خسارة حدا. صح، لانه انا مش قادر اتدين الا هو بقى، واصول الدولة ما عندي غير هو، اذا بعتهم شو برجع بعمل بقى هيدا الاتوبيس.